بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم دكتورة نور شكري، مدرس أشعة الفم في كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ. هنتكلم طبعا على الكون بيم سي تي، وطبعا كلنا ومعظمنا، لا مش معظمنا، كلنا إن شاء الله نعرف الكون بيم كويس، ونعرف إن هو مؤخرا بقى هو يعني عايزة أقول أهم حاجة في طب الأسنان، أو هو الأساس بتاع طب الأسنان خصوصا بعد التحول الرقمي في كل حاجة. طبعا الكون بيم سي تي هو الموست ادفانسد ايمجنج تكنيك في الدنتال فيلد. ميزته ان هو يعني سريع جدا، طبعا 3 دايمنشن، بعد ما كنا بنعاني في التكنيكس اللي هي 2 دايمنشن ما كناش بنشوف كويس، ما نقدرش نحدد الاستراكشرز بتاعتي كويس، لان انا كنت بصور 3 دايمنشنال ستراكشر يطلع لي صوره 2 دايمنشن. الكون بي ام سي تي الحمد لله حلت لنا المشكله دي، بالاضافه لفايده ان هي الدوز بتاعتها، الراديشن دوز بتاعتها اقل من السي تي، فانا مش محتاجه اعرض العيان ان هو يروح يعمل لي اللي هي الكونفنشنال سي تي اللي بتبقى فيها جرعه كبيره جدا، لاني انا هنا بستخدم الكون بيم في الحته اللي انا عايزاها بالظبط. تمام. طبعا الكون بيم سكانر ده بيعتمد على ان هو عندي 3 دايمنشنال اكس ري بيم، يعني شكل البيم نفسه بنسميه كون بيم او دايفرجنت بيم على شكل الكون. معايا كمان اريا ديتكتور، الديتكتور نفسه اللي بيستقبل الاكس راي عباره عن اريا، يعني 2 دايمنشنال اريا ديتكتور، الاثنين مثبتين على جانتري اللي بيقعد فيها العيان وبيلفوا حواليه 360 درجه، وبقدر اعمل سكان في وقت سريع جدا اللي هو سكندز، يطلع لي صوره اقدر اعمل منها بعد كده ريكونستراكشن في كل البلينز بتاعه الجسم، واشوف الصوره في كل الاتجاهات، وبقدر كمان اتحكم في حجم السلايس بتاعتي او السكنس بتاع السلايس بتاعتي، فعشان كده اقدر اشوف او يبقى عندي ايمج بريزوليوشن عالي جدا، تديني دايجنوستيك كواليتي عاليه جدا، واقدر اوصل للي انا عاوزاه واستخدمه في الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. يبقى عندي الكون بيم، شكل البيم نفسه عباره عن كون شيبد دايفرجنت كون، باخد يعني شكل الاكس كلها، باخد يعني شوت واحدة من الاكس راي، على عكس السي تي العادية اللي كانت بتقعد تدي بالسيتنج بيم. ومعايا كمان اريا ديتكتور علشان تستقبل على طول الاكس راي اللي جاية دي وتطلع لي الصورة دي. فكرة الكون بيم، يعني قلت برضه اقول فكرة سريعة. الفرق طبعا بينها وبين السي تي العادية كان في شكل، كمان البيم هناك كان فان شيبد، يعني واخد شكل المروحة، والديتكتور شكله عبارة عن ديتكتورز أو بيكسز مرصوصة جنب بعضها مختلفة في التركيب عندي، ودي هنشوف بتدينا دلوقتي صور ايه الفرق بينها وبين السي تي، أو الميزة اللي بتديها لي عن السي تي. لازم أعرف المميزات بتاعة الكون بيم عن السي تي. الكوست بتاعها مقارنة بالسي تي طبعا أقل التكلفة، يعني يعتبر خمس التكلفه بتاعه الكونفنشنال سي تي. الماشين نفسها صغيره جدا زي بتاعه البانوراما، والعيان بيبقى قاعد فيها، غير السي تي الكبيره اللي هي جواها جانتري كبيره جدا بيبقى نايم فيها العيان. فدي ميزه ان يبقى عندي مش واخده مكان كبير. طبعا السكان بتاعها سريع جدا من 10 ل 70 سكندز، يعني كمان هي الموست كومن يوزد ماشينز بتبقى 20 سكند مثلا، فبتبقى سريعه جدا. الريدكشن بتاع الدوز بتاعتي دي اهم ما يميزها مقارنه بالسي طبعا، فالدوز بتاعتي بتبقى قليله جدا، لاني بقدر احدد الحته اللي انا هعمل عليها اشعه، مش لازم اعمل على كل الماكسيلو فيشيال زي ما بيطلع في حالات السي تي.
عندي الحته اللي بسميها اكس ري بيم ليميتيشن او الفيلد اوف فيو، انا محتاجه اصور منطقه معينه في الماندبل مثلا، فهصور ممكن اصور كوادرنت من الفك بتاعي يعني نص الماندبل. دي الميزه دي ما كانتش بتديها لي السي تي، ما اقدرش اصور حته صغيره زي كده. فانا الفيلد اوف فيو بتاعي هنا بحدد الريجن اوف انترست او المنطقه اللي انا محتاجه اصورها، ولذلك ممكن استخدم الفيل اصغر فيلد اوف فيو. لو محتاجه اكبر معايا لحد الهول ماكسيلو فيشيال اريا ممكن اصورها كمان بالكوم بيم، مش بس حته صغيره. يبقى انا عندي الكوم بيم سي تي بيختلف على حسب الفيلد اوف فيو، وده على فكره اللي بيأثر على الماشين بتاعتي، او ده اللي بيحدد الماشين بتاعتي غاليه ولا رخيصه. مثلا في ماشينز بتديني فيلد اوف فيو لارج، فيلد اوف فيو بتاخد كل ال 2 جو والجزء بتاع المجزله الفيشه كله. في عندي ميديوم فيلد اوف فيو، ماشينز بتسمح لي ان انا اصور الاثنين جو بس، المجزله والمانديبول. في ماشينز بتديني لا فيلد اوف فيو صغير اللي هو اقدر اصور كوادرنت بس، تمام زي ما احنا شايفين كده. طيب في عندي حاجه اسمها ستيتش سمول فيلد اوف فيو، لو انا الماشين بتاعتي ما بتصورش الا كوادرنت بس، انا محتاجه اصور جو كامل، بعمل حاجه اسمها ستيتش فيلد اوف فيو اللي هو انا بدي اتنين سكان واعمل لهم كومباينيشن مع بعض يديني المنطقه بتاعتي اللي انا عايز او الريجن اوف انترست اقدر اوصل لها، تمام. طبعا الريزوليوشن بتاع الايمج ده اللي بيحدد ان الصوره تبقى واضحه وكل الديتيلز بتاعتها او الفاين ديتيلز بتاعتها ابقى اقدر اشوفها كويس واحددها. هنا بسميه حاجه اسمها سب مليمتر ريزوليوشن، اللي هو ده بيعتمد على حاجه اسمها فوكسلز او الفوليوم اليمنت. هنشوف في الـ في الـ في الـ في السي تي العاديه الفوكسل كان بيبقى ان ايزوتروبيك، يعني شكل مستطيل، ده الحجم بتاع الفوكسز او في الصوره نفسها بيطلع شكل مستطيل. فالواي اكس الواي مش زي الاكس، لكن في الكوم بيم سي تي في ايزوتروبيك فوكسل اللي هو مربع الطول زائد العرض. لذلك انا لما باخد الصوره من الكورونال لساجيتال بتدي نفس الابعاد، فده بيديني ريزوليوشن عالي جدا للصوره. دي ميزه كويسه حلوه جدا في الكوم بيم. لكن يا جماعه على قد ما هي حلوه وتمام وزي الفل، ما اقدرش ان انا اخليها في الروتين اكزامينيشن، يعني مش كل عيان يجيني هقول له روح اعمل كوم بيم سي تي، لان طبعا مهما كان الراديشن اللي الدوز بتاعتها اعلى من الاكس راي العاديه، كمان التكلفه بتاعتها عاليه. فانا لازم اعمل حاجه اسمها اوت واي ده بوتنشال ريسكس بالبينيفيتس بتاعتي، بالبوتنشال بينيفيتس بتاعتي، يعني اللي هو انا بشوف انا محتاجه ايه من الكوم بيم وهتفيدني بايه، والمخاطر اللي هيتعرض ليها العيان او الحاجات اللي هي الريسكس الموجوده عندي وبقارن ما بينهم. ولازم يكون عندي وجه الافاده طبعا اعلى من الضرر او الحاجه اللي هتحصل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا المفروض الكوم بيم سي تي ده بعد ما اعمل الروتين اكزامينيشن وبعد ما اعمل الاكس راي بتاعتي وكل حاجه، واتضح ان انا لسه ما زلت مش قادره احدد بالظبط، او محتاجه كمان حاجه توضح لي اكتر. فهنا زي ما هنشوف الحالات اللي انا ببعت اعمل فيها كوم بيم سي تي او اللي هي اللي انا بستفيد منها، في الحاله اللي زي دي ابعته يعمل كوم بيم سي تي. ده مش المفروض كمان وانا بعت الحاله علشان تعمل كوم بيم سي تي المفروض ببقى حاطه كمان معاها كل المعلومات اللي وصلت لها من الكلينيكال اكزامينيشن ومن الاكس راي العادي، تمام. طيب زي ما بقول when referring a patient for a complete examination the referring distance must supply sufficient clinical information، اللي هي نتائج بقى الهيستوري من الاكزامينيشن، to allow الكوم بيم سي تي براكتيشنر او الراديولوجيست تو بيرفورم جاستيفيكيشن بروسيس، او يبقى يديني الفايده بتاعتها. طيب الكوم بيم ده بستخدمه في ايه او بيفيدني في ايه، او ايه الحاجات اللي انا ممكن اعمل فيها كوم بيم، ولما اعمل كوم بيم هستفيد بيها في ايه؟ يعني بصفه عامه موست كوملي كده بتستخدم فور بلاننج للامبلانت طبعا، فيرتشوال سيميوليشن للامبلانت زي ما هنقول، فيرتشوال سيرجري كان انا عملت سيرجري
وعملت بروسيزس تخيلي بالكوم بيم قبل اصلا ما ابدا وامد ايدي في العيان. طبعا الدايجنوز يعني لها دايجنوستيك فاليو عاليه جدا في كل الديزيزز وكل الليجنز وفي الفراكشرز وفي كل الحاجات حتى في الاندو كمان. الاندو يعني استخدامها في الاندو كمان هنشوف ازاي، تمام. وفي القرص طبعا حاجه عظيمه جدا. اول حاجه فور امبلانت سوري في اسسمنت اوف امباكشن، يعني ممكن انا لما عاوز اعمل امباكشن ببعت العيان يعمل لي مثلا بانوراما، فانا ببقى شايفه الامباكت توس ايمجز، مش عارفه ابعادها لجوه شكلها ايه، البعد الثالث مش شايفاه، مش شايفه الريليشن بتاعتها مع الفايتال ستراكشرز اللي حواليها، وانا هفتح وافتح سيرجري وهتعرض لحاجات خطيره، يعني هعرض العيان لحاجات خطيره، فلازم اكون عندي شايفه كويس قوي وكاني انا شايفه وعامله العمليه قبل ما افتح في بق العيان عشان اتجنب الانجري او الضرر للحاجات الموجوده، تمام. طيب انا 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 عندي سوفت ويرز بتعمل لي بلاننج للامبلانت، يعني ده دي الصوره دي اكزامبل للبلاننج بتاع سوري الامباكشن اسسمنت او الاسسمنت اوف امباكتد توس ان ريليشن طبعا لمثلا انفيريور الفا كانال زي الصوره دي. السوفت وير ده بستخدمه تو سيلكت اند دايركت ذا بليسمنت اوف امبلانت فيكس سوري انا دخلت الصوره بعد الصوره بتاعت الامباكشن تو اسس ذا بوزيشن اوف ذا امباكتد توس ان ريليشن تو ذا انفيريور الفلر كانال. يعني في الصوره اللي هي الاولانيه ايه عندي مش محدد اللون الاخضر بتاع الكنال اللي مبين الكنال مش محددها، في الصوره الثانيه محدد يعني المفروض ان الايمج اي وبي دي عباره عن حاجه اسمها بانوراميك مالتي بلانر ريكونستراكتد ايمج من الكوم بيم، يعني انا بقدر اخد صوره بعد ما بعمل الكوم بيم سي تي سكان ممكن اخد منها بانوراميك فيو اشوف فيها الصوره كاني عملت بانوراما بالظبط، تمام. بس السوفت وير هنا كمان بيديني الاوبشن انه انا ممكن ارسم الكنال، طبعا ارسمها على حسب ما هي موجوده على حسب السكان بتاعي زي اللي باللون الاخضر ده واشوف الريليشن بتاعتها او البروكسيميتي بتاعتها للامباكت التوس، تمام. الصور اللي تحت دي اللي هي دي اللي عباره عن 1 و2 لحد 6 دي عباره عن حاجه اسمها كروس سكشنال ايمج باخدها من السكان بتاعي. السكان بتاعي اصلا بتاع الكوم بيم سي تي بيديني حاجه اسمها اكزيال ايمج اللي هي الصوره الترانسفيرز او العرضيه اللي بقدر اعمل منها حاجه اسمها ريكونستراكشن وادي كل البلينز الثانيه، فباخد زي صوره قطعيه كروس سكشنال في الماندبل زي ما احنا شايفين والانفيرو الفلر كانال اللي هي النقطه اللي لونها اخضر دي. فكل الصور دي بيبين لي ازاي ان الكلوز بروكسيميتي بتاعه الكنال للامباكتد ويزدم، تمام. لما في الحاله دي لما اجي افتح بقى ابقى عارفه ان هو قريب جدا من الكنال، واخلي بالي عشان ما اعملش انجري واعمل مشكله كبيره العيان ملهاش حل. برضو دي نفس الحكايه ده سوفت وير. طبعا انا نسيت اقول ان الصوره اللي هي في اللي فاتت الصوره الاخرانيه دي حاجه اسمها 3 دايمنشنال ريكونستراكشن اللي هو بيعمل كانه عندي مثلا المانديبول حقيقي قدامي، دي حاجه بتبين لي برضو زي الصوره الفوقانيه كده على الشمال كان المانديبول او المجزله او البون نفسه في ايديا، ده بسميه فوليوم ريندرنج او 3 دايمنشنال ريكونستراكشن من السكان بتاعي برضو او من الايمج بتاعي. كل الحاجات دي تولز بتتعمل على السوفت وير، لان حضرتك لما بتروح تعمل كوم بيم سي تي الدكتور بيبعت لك سي دي عليه برنامج تقدر تعمل هاندلنج بقى وتتعامل مع التولز الموجوده فيه، تقدر تعمل ميجرمنت زي ما احنا شايفين كده، تقدر تعمل في لو انت مثلا عامل امبلانت سوري امباكشن اسسمنت زي ده في عندي سوفت وير بيتعامل معاه وبيتعامل عاوز تعرف ايه بالظبط، عاوز تعرف ترسم الكنال وتشوف بعدها وتشوف لو مثلا في الابر تشوف البروكسيميتي للساينس، تمام. ده سوفت وير اللي بيعمل لك الحاجات دي، تمام. ده برضو نفس الحكايه عمل ريندرنج
وشاف ازاي ان الافيرو الفر كان قريب جدا من التوس، ففي حاله لما هاجي افتح وادخل هبقى واخده بالي. طيب بعد كده بيستخدم في الامبلانت اسيسمنت علشان اشوف الموست سيوتبل سايت فور بليسمنت اوف امبلانت. بيديني كروس سكشنال ايمج للبون عشان تشوف حضرتك البون هايت والويتس والانجليشن بتاع البون، عشان لما تيجي تحط الامبلانت تحطه في المكان المظبوط وباللينس والسايز المظبوط. كمان بتعمل كورليشن مع الفايتال ستراكشر نفس الفكره علشان ما تحطش امبلانت جوه الكنال او 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 تفتح في المجزري ساينس او تعمل اي مشكله او انجري لفايتال ستراكشر. كمان بيحدد لك زي ما قلت من خلال الحاجات او الاوبشنز دي كلها يديك البيست سايت فور بليسمنت للامبلانت. ممكن كمان تعمل سكان بدايجنوستيك ستنت او سيرجيكال جايد علشان برضو تحدد وتتاكد من لا بيعمل حاجات اعظم من كده كمان، زي ما انا هشوف دلوقتي بيعمل حاجه اسمها فيرتشوال سيموليشن، انك بتحط الامبلانت يعني حضرتك بتعمل العمليه على السوفت وير وتحط وتتاكد من كل حاجه بالزوايا بكل حاجه قبل ما اصلا يجي لك العيان. كل ده طبعا بيتعمل في الـ 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 في الـ في مركز الاشعه او في الماشين بتاع الكوم بيم سي تي، وبعت لسيادتك جاهز تقرير عن الحالة. تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا برضو ده بيشوف الامبلانت علاقته ايه بالانفيرو الالفلر كانال. هنا بقى اللي انا بقول عليه اللي هو الفيرشوال سيميوليشن فور امبلانت بليسمنت، هو بيعمل بلاننج. يعني البلاننج السوفت وير اللي بيعمل بلاننج ده بيستخدم تو سيلكت اند دايركت ذا بليسمنت اوف امبلانت فيكسرز by the use of virtual simulation for implant placement. طيب الصورة دي الأولانية إيه؟ مبينة volumetric rendering للمجزلة edentulous مجزلة، وهحط فيها أربعة fixers زي ما احنا شايفين على حسب الراديوغرافيك ماركرز الموجودة، يعني الأربع علامات اللي هم اللي لونهم رمادي دي فوقانين فوق كل فيكسر دي بيبقى حاجه اسمها راديوجرافيك ماركر. يعني بتحط حاجه مثلا هتبان في الاكس راي، يعني هتبقى مثلا راديو اوبيك في بق العيان وانت بتعمل سكان، وبعدين تروح تبان لك في الاكس راي، تبتدي بعد كده بقى يعني دي كانها علامات انت حاططها عشان تحط الفيكسر بتاعتك على البرنامج نفسه، يعني على السوفت وير نفسه بتحط كانك بتجرب تشوف انت هتبقى هتظبط معاك في المكان ده ولا هيبقى فيه مشكله. بي دي بقى اللي هي اكزيال سيتي بتوضح الانتروبوستيريور بوزيشن للامبلانت، يعني انت حطيت وبتشوف لي بقى يعني ايه علاقتها ببعضها ان انتروبوستيريور دايركشن. طيب الصوره رقم سي دي كروس سكشنال ايمج اللي هي صوره عرضيه كده في المجزله، مبينه في منطقه الايه المفروض في منطقه الكناين، بتبين لي الباكو بالاتال بوزيشن للامبلانت. تمام؟ كمان السوفت وير ده بيسمح لك انك تستخدم الاوفرلاي بروسيتيك تول، يعني عشان بقى بعد كده لما بتحط الامبلانت هتبتدي تعمل بقى الكراون او التركيبه بتاعتك. تمام؟ المفروض ان الخط اللي هو لونه بامبي غامق او الاحمر اللي محاوط الامبلانت ده بيبين لي او بيقول لي او بيديني المساحه المسموح بيها علشان البروسيسز بتاعك او الكلام بتاعك يبقى مغطي قد ايه. تمام؟ برضو في امباكو لينجوال دايركشن، والحته اللي لونها اصفر دي بتقول لك ان مسموح لك مثلا بسوفت تيشو كولر 2 مللي مثلا. تمام؟ الخط الاخضر ده بيوضح لك يعني الويتس بتاعه، بيوضح لك برضو الباكولينجوال يعني ويتس المسموح به في التركيبه، يعني بيعمل او الموست ديزايربل بروستيك سبيس في المنطقه دي قد ايه. المهم يعني السوفت وير اللي انت شغال يعني شغال عليه بتعمل كانك بتحط يعني بترسم خطه للامبلانت بتاعك بالظبط قبل ما اصلا تجيب العيان وتفتح وتشتغل. تمام؟ ويشوف بقى انت بعد كده عشان بقى بعد كده يشوف بعد كده الامور بعد كده بتاعتك دي هتمشي ازاي
بعد ما تحط الامبلانت، علاقته تبقى ايه بالستراكشرز اللي حواليه، كل امبلانت علاقته ايه بالتاني، التوازي بتاعهم. تمام. طبعا بعد كده الكون بي ام سي تي ممكن كمان استخدمه في الاندو، لكن انا مش هستخدمه في الاندو في الحالات العاديه كده، يعني مثلا واحد جاي يعمل اندو هقول له روح اعمل بقى عشان احدد الوركينج لينس بقى واشوف ما اعرفش ايه، لا ما ينفعش. المفروض ان انا بستخدم الكون بي ام سي تي لو عندي حاجات يعني مش واضحه قوي بالاكس راي العاديه، مش قادره احددها قوي، او عندي مشاكل بقى يعني ايه زي ما احنا نشوفه. كمان المفروض ان انا بستخدم اللي هو اصغر فيلد اوف فيو بتاعي، فهيديني ريزوليوشن عالي وكمان هقلل الدوز بتاعتي. تمام. لو هعمل سيرجري كل الحاجات اللي انا يعني المشاكل بقى اللي اشوفها في الاندو زي حالات ايه، مثلا لو انا عندي بريبيكال باسوزس مش قادره احدده كويس ومش شايفاه كويس في الاكس راي العاديه بسبب مثلا السوبر امبوزيشنز والبروجكشنز اللي بتحصل في مثلا في البانوراما وفي البريبيكال، فما بتوضحليش قوي. طبعا في الكون بي انا في الكون بي انا شايفه كل سلايس وضعها ايه بالظبط، فعندي تخيل للاستراكشر للتوس مثلا وكل اللي حواليها بكل ملي فيها. لو عندي دنس انفاجينيتاس، لو انا ما عندي مشكله يا جماعه في يعني مثلا اكسسوري كانال مش شايفاها، عندي لاترال كانال او لاترال بروفيشن، عندي ريزوربشن سواء كان اكسترنال او انترنال، لو في فراكشرد انسترومنت ومش محدده مكانها برضو، ماشي في الاندودونتك سيرجريز كلها، كل المشاكل او الكومبليكيشنز اللي بتحصل في الاندو مع الكون بي ام سي تي هتكون سهلة. تمام. في الدينتال تروما، في التروما للتوس نفسها والالفولار بروسيس، في الفراكشرز سواء كان ترانسفيرز فراكشر او فيرتيكال فراكشرز، في كل ريلاكسيشن ايفالجنس، كل المشاكل اللي بتحصل في التروما بتبان كويس قوي في الكون بي ام سي تي. دي صوره فيها فراكشر وفيها تروما للمنطقه بتاعه البريماكزيلا، طبعا واضحه جدا في الصور الكروس سيكشنالز بتاعه الكون بيم اللي تحت، واللي فوق دي 3 دايمنشنال ريكونستراكشن، يعني كان انا شايفه العظم قدامي ووضعه شكله ايه بالظبط. الصور دي مبينه برضو في فيرتيكال فراكشر في الروت، يعني السهم الاخضر ده مشاور عليها، الفراكشر خط الفراكشر لاين واضح من فوق لتحت معايا، طبعا ممكن ما يبانش في الصور العاديه. برضو هنا الفراكشر باين، فراكشر لاين باين جدا في الاكسيال ايمج دي. لو عندي اكسسوري كانال، لما اخد صوره البريبيكال العاديه مش باين خالص ان في 3 كانال، لكن لما اخد الكون بي ام سي تي وضحت جدا الثلاثه كانال، حتى ان هو مصورها لك كلينيكال لما عمل كلينينج اند شيبنج وبتيوريشن في الصوره الاخرانيه واضح جدا ان الروت فيه 3 كانال. لو عندي لاترال كانال، وطبعا دي بتعمل لي فيلير للاندو، مش عمرك ما تشوفها في الاكس راي العاديه، لكن في الكون بي ام سي تي هتشوفها، وحتى ان هو عالجها وعمل لها اوبتيوريشن مش عارفه ازاي بس هي تمت، يعني الصوره اللي في النص دي. البريبيكال باسوزس، لو انا بصيت للبريبيكال اكس راي مش مبينه خالص ان في بريبيكال ليجن او بريبيكال ريديوليسنسي، في الكون بي ام سي تي واضح ان في بريبيكال ليجن كبيره وعمل لها اندو، عمل للسنه فيلينج. برضو هنا الليجنز ما كانتش باينه خالص بسبب السوبر امبوزيشن بتاع الزيجماتيك بروسيس على تحت الروت، لكن في الكون بي ام سي تي الصوره اللي على الشمال ديت سوري اللي على اليمين باين جدا البريبيكال ريديوليسنسي تحت التوس. وفي البريو بيستخدموها برضو، في البريو ممكن طبعا مفيده جدا في تحديد الانفرابوني ديفكتس والفوليوم بتاع الانفرابوني ديفكتس يا جماعه، ممكن يحددوا بالظبط، يعني حضرتك داخل تعمل مثلا بون جرافت تبقى عارف الولز المفقوده انهي وولز، عارف انت هتحط محتاج بون جرافت قد ايه، عارف كل تفاصيل الانفرابوني ديفكتس اللي انت مش شايفها، وممتازه جدا جدا عشان توري لك في حالات الفوركيشن انفولفمنت اللي مش بتبان طبعا، بالذات في المالتي روت توس وفي الابر بسبب البلاتال روت مش بتبان طبعا في الاكس راي العاديه، فهنا بيبينها لي بالتفصيل وبيبين لي انهي جريد بالظبط. تمام.
لكن يا جماعه ما زلت بقول انه مش اقل حاله هروح ابعتها تعمل كومبليم سي تي. انا لو عندي حاجه مش واضحه ومش باينه ومش قادره الاقي لها تفسير في الاكس راي العاديه وفي الاكزامينشنز بتاعتي، ببعت اعمل كومبليم سي تي وبتبان لي المشكله بكل وضوح وبكل سهوله. تمام. الماكسيلوفيشيال باسوزس، لو في عندي تروما كبيره للماكسيلوفيشيال او تيومر او سيست او اي ليجن كبيره في الجوز، هتبان طبعا بكل تفاصيلها في الكومبليم سي تي. كمان في الاوستيومايلايتس زي الحاله دي، دي بيسبسفونيت اسوشيتد اوستيونكروزس في الصوره اللي تحت على الشمال، السهم بيشاور على الـ دي بانوراميك ريفورماتنج برضو مبينه ان في ريديوليسنسي تحت الايبكس. في الاكزيال ايمج اللي بعديها على طول مبينه السيكوستريشن الموجوده في البون، فوق عمل حاجه اسمها فوليوم ريندرنج او ريكونستراكشن لشكل المانديبول وشكل الديفورميتي اللي حصلت فيها بسبب الاوستيونكروزيس. دي حاجه اسمها رابيد بروتايب او 3 دايمنشنال فولومتريك ريكونستراكشن من الداتا او من السكان بتاعي بقدر اعملها. طب دي هتفيدني في ايه؟ يعني في حاله زي ديت اللي هو البيسفوسفونيت اوستيونكروزيس او الاوستيومالاتس بتحصل في الجوز، بيعمل كانه عنده صور المانديبول بالديفكتس اللي حاصله فيه، وابتدي يعمل حاجه اسمها يعني برضو بلاننج لسيرجيكال بليتس او يعني تركيبه او حاجه هيحطها علشان يعوض المانديبول بعد ما في الاجزاء اللي هي اتدمرت فيه او الكلام ده، بعد ما يعمل ريسكشن ويعمل ريكونستراكشن. فدي حاجه كانه هو بيعملها قبل ما يشيل ويقطع ويعمل، هو بيعمل زي طبعه عنده يبتدي يبدا يعمل عليها البروسيسز بتاعته او الريكونستراكشن بتاعه. فدي حاجه ممتازه جدا في الأورثو يا جماعه. طبعا استخداماته في الأورثو مهمه جدا وكتيره جدا، لكن برضو مش هروح اعمل كومبيم سي تي لعيان الأورثو يعني كانها حاجه كده سهله، اروح بسرعه اروح اعمل وكل شويه اروح اعمل لي كومبيم سي تي علشان اشوف انا ماشي ازاي. لا، هي بتستخدم في الدايجنوزس، في البلاننج، في كمان في المتابعه، ولكن للحالات اللي هي الكبيره او المكلكعه او الصعبه. زمان كانوا قبل كده روح اعمل سفالومتريك ويقيس ويعمل، طبعا في التو دايمنشن صعبه شويه. في الكومبيم سي تي حضرتك ممكن يعني انت بتعمل السفالومتري فيه اللي هي كانك رحت جبت الجمجمه بتاعه العيان معاك على الكمبيوتر قدامك، تقيس يعني شايف كل حاجه، شايف البروفايل بالسوفت تيشو اللي حواليه، كل الامور واضحه جدا جدا قدامك. لو عندك اي سكليتال ديفورميتي واضحه جدا بتبان. كمان لو هتعمل سيرجري بتقدر تعمل بلاننج للسيرجري في الأورثو. لو عندك مشاكل بقى سوبر ميرو توس او امباكت توس او مشاكل من هذا القبيل بتشوفها وتعملها بلانينج كويس قوي، وبرده ان ريليشن للاناتوميك ستراكشرز الموجوده. كذلك انا قلت في حاجه اسمها فيرتشوال سيرجري، كانك لو هتدخل اورثوجناستيك سيرجري كانك برده ممكن تعمل لها فيرتشوال سيميليشن قبل ما تشتغل. بتديني بتعمل اسسمنت للبلاتا المورفولوجي والدايمنشنز بتاعتي والتورك والانكلينيشن بتاع التوس، كل الحاجات بتاع الأورثو دي واضحه بوضوح كامل، والدنيا بقت اسهل بكتير مع الكوم بيم سي تي. كمان لو انا هعمل يعني بقدر اعمل تخطيط للسبسيكوينت موفمنت بتاعتي، لو حرك السنان ببقى يعني شايفه انا هتحرك في انهي اتجاه وقد ايه والكلام ده كله، لان الكوم بيم سي تي بتوضح لي كل من لي زي ما انا قلت. كمان بيعمل فيجواليزيشن للتي ام جي والاير واي سبيسز، و السوفت تيشو بروفايلز بتاعتي. زي ما انا قلت في بعمل 3 دايمنشنال ريكونستراكشن للماكسيلوفيشيال سكيلتون.
وصلت تشوف باوندرز زي الاير واي سبيسز والفيشيال اوتلاين، لو في عندي اسيمتري او عندي كل السكليتال ديسكريبنسي بتبقى واضحه جدا. تمام، ده الجدول ده بين اختصار للحاجات اللي ممكن تفيدني فيها او الابلكيشنز بتاع الكومبين في الاورسو، الكليفت بلات اسيسمنت، توس بوزيشن اند لوكاليزيشن، ريزوربشن لو في عندي توس فيها مشكله فيها ريزوربشن، كمان ميجرنج بون دايمنشنز فور ميني امبلانت بليسمنت لو انت هتعمل في الاورسو امبلانت كومبينيشن، فور رابيد ماكسيلاري اكسبانشن لو هتعمل ماكسيلاري اكسبانشن ده كمان يعني هيبقى ايزي مع الكوم بي ام سي تي. 3 دايمنشنال سفيرومتري حاجه جميله جدا، زي ما قلت كمان الاير واي اسيسمنت، كل حاجات الاورسو سهله جدا، ويعني الابلكيشنز بتاعت الكوم بي ام سي تي في الاورسو من الحاجات الكتيره جدا. تمام، في عندي حاجه زي كده بيعمل فيوجن ايمج، الصوره الاولانيه دي 3 دايمنشنال كونستراكشن، وكان هو ادى يعني عمل فيوجن ما بين الصوره بتاع الكومبيم اللي طالعه لك وصوره العيان اللي هي الفوتوغرافيك ايمج الحقيقيه. تمام، يبقى حضرتك انا شايف العيان قدامك على الشاشه وانت بتحدد تشوف المشكله بتاعتك هل هي سكليتال ولا مشكلتها في التيس بس. برضو زي ما انا قلت في التروما بقى، في التروما الكبيره بس طبعا، يعني مثلا في الحوادث والتروما الكبيره اللي بتبقى واخده اجزاء كبيره، هو بصراحه يعني المالتي ديتكتور او المالتي سلايس سي تي اللي هي السي تي الميديكال يعني احسن بكتير. بس لو هي حاجه صغيره في منطقه محدده مثلا في المانديبل فراكشر مثلا، واحد واخد تروما في المانديبل كده، لا الكون بيم احسن. تمام، والريزوليوشن اعلى. بس لو هي فيشيال تروما او حاجه واخده مساحه كبيره وما عنديش كمان الماشين اللي بتديني الفيلد اوف فيو العالي او الكبير اللي بياخد المساحه دي كلها، فالافضل طبعا السي تي. كمان ممكن اعرف اعمل ايفالويشن للتي ام جي، من الحاجات اللي انا ممكن اقدر اعمل لها استخدم فيها الكوم بيم سي تي، بالذات لو المشكله تخص البون يعني مش الديسك وكده، يعني زي ايه، زي ما بيحصل في حالات الديجنريتيف تشينجز اللي بتحصل في السيرفيس بتاع التي ام جي في الكوندايل والجلينويد فوسا، بيحصل ديجنريشن او ريزوربشن للسيرفيسز بتاعه الجوينت، بتبان حلوه جدا في الكوم بي ام سي تي. وحالات لو في مثلا ديفلوبمنتال انومالي او تروما او انكلوزس او في حالات الارثرايتس، كل الحاجات دي الحاجات اللي ما تخصش الديسك نفسه بتبان حلوه قوي في الكوم بي ام سي تي.